عبر نحو 7 عقود كاملة لم تتوقف القارة السمراء عن تنظيم بطولتها الأبرز كأس أمم إفريقيا. الكان يفتح نافذة واسعة للرحلة الطويلة للحدث القاري، البطولة التي قاومت كل الصعوبات التي واجهتها منذ أول دورة بالسودان قبل 67 سنة كاملة، بعد إنشاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي تحمل مسؤولية الحفاظ على انتظام البطولة والسعي نحو تطويرها. من النسخة الأولى إلى النسخة المرتقبة بكوتيفوار محتضنة الطبعة 34، مرت الدورة بمراحل ضعف وهشاشة، استطاعت إفريقيا رغم البداية الهزيلة والارتباك الكبير أن تتجاوزها لتكون نموذجاً ومثالاً يثبت التطور المحقق. من الأمراض والأوبئة أحياناً إلى التهديدات الأمنية والحوادث والفقر المدقع، بالإضافة إلى هشاشة البنى التحتية أحياناً أخرى، ظروف لم تمنع من إحياء الحدث الذي استطاع أن يكون مناسبة سارة تدخل الفرحة والبهجة إلى قلوب الأفارقة. أولى الصعوبات التي واجهت الاتحاد الإفريقي مع الخطوات الأولى للعرس الكروي تعذر مشاركة بلدان القارة في كل مرة بسبب معاناة الدول الإفريقية من وطأة الاستعمار، وهو ما يبرر المشاركة الضئيلة في النسخ الأولى. بقدر ما كان عرس القارة الإفريقية فرصة سعادة، بقدر ما حمل في فترات مختلفة ذكريات تعيسة في صورة ما حدث للمنتخب الزامبي أشهرا قليلة قبل نسخة عام 1994 بعد تحطم الطائرة التي كانت تقل منتخب الرصاصات النحاسية وهلاك 18 لاعبا وأفرادا من الطاقم الفني، لكن زامبيا قابلت الحادثة الأليمة بمشاركة شرفية انتهت بوصولها إلى النهائي بفريق رديف في معجزة كروية حقيقية. هاجس العنصرية وقف في وجه مشاركة منتخب جنوب إفريقيا بسبب حظر الاتحاد الدولي للعبة الذي رفع العام 1996 في الدورة التي تمكن فيها منتخب البافانا بافانا من رد الاعتبار وكتابة التاريخ بتحقيق اللقب من أول مشاركة. دورة أنغولا العام 2010 قبل أشهر عن أول مونديال تحتضنه القارة شهدت كارثة إنسانية بمقتل مساعد مدرب المنتخب التوغولي إثر الاعتداء المسلح على حافلة الفريق في كابيندا، فاجعة عجلت بانسحاب زملاء النجم أديبايور من الدورة. مفاجآت عديدة عكرت صف البطولة الأبرز في القارة السمراء، لكنها لم تقف مانعة في وجه إرادة الأفارقة في طرق أبواب التميز والاستمرار في إحياء تظاهرة الكروية بكل شغف وحب في انتظار موعد كوتيفوار.